وبهذه المناسبة لا بد أن نهنئ بلادنا على حسن سير الديمقراطية كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كما أهنئ حزب العدالة والتنمية على تصدره للانتخابات التشريعية بالرغم من كل الانتقادات التي وجهها خاصة لوزارة الداخلية بصفة مستمرة طيلة العملية الانتخابية، ربما لأن هذا الحزب ما زال يشك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة وعلى رأسها صاحب الجلالة لجعل الممارسة الديمقراطية واقعاً متجدراً وخياراً استراتيجياً لا رجعة فيه. وربما كذلك هذا ما دعا هذا الحزب إلى الإعلان عن جزئياً عن بعض نتائج الانتخابات، ربما ما عندوش ثقة في وزارة الداخلية، والحمد لله وزارة الداخلية مرة أخرى برهنت على أنها ملي كيكون رهان مهم راه كتوقف وكتطبق التعليمات ديال جلالة الملك كما دائما كيعطيها لنا، وهي الحياد التام والشفافية، لأن هذا اللي كيشعل بلادنا تبقى دائما في مقدمة البلدان اللي كتفتخر بالديمقراطية ديالها وكتفتخر بالدينامية ديال الأحزاب السياسية ديالها. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا.